طيب المصريين في الخارج دلوقتي وازاي بنتواصل معاهم؟ هو طبقا للتسجيلات احنا عندنا تقريبا، طبعا ده الإحصاء، عندنا حوالي 10 مليون مصري 10 مليون مسجل، ولكن هذا العدد لا يعكس الحقيقة، لأنه الحقيقة دول بس اللي سجلوا بياناتهم في السفارات والقنصليات، إنما إحنا ممكن عددنا يوصل ل 13 وممكن يوصل ل 14 حتى مليون. ليه؟ لأن إحنا عندنا جيل تاني وتالت، لأن عندنا ناس يمكن ما بيتواصلوش مع القنصلية لأنه ما فيش، يعني عايز أقول، معاملة قنصلية تستدعي تواصلهم، فإذا مش ده اللي بيعكس مش العدد مسجلين. الحقيقي. مش مسجلين، لكن احنا بنتكلم كده في عدد كبير، يعني على الأقل 10 مليون مسجل. ايه طرق التواصل مع المصريين في الخارج دلوقتي؟ الطرق كتيرة جدا، احنا دلوقتي عصر يعني السماوات المفتوحة زي ما بيقولوا، فاحنا عندنا طبعا صفحة الوزارة، سواء الفيسبوك، الويب سايت، عندنا الخطوط الساخنة، عندنا الواتس اب اللي يعني اي حد ممكن يتواصل مع الوزيرة او حتى مع فريق العمل، عندنا الايميل الخاص بالوزارة، عندنا طبعا كانت الزيارات اللي كنت بقوم بيها للتواصل مع الجاليات في الخارج، وبابنا مفتوح ايضا لكل المصريين من الخارج اللي بيجوا علشان يقضوا اجازاتهم او اجازات عمل حتى هنا عندنا. ف بيتقال ان تليفون الوزيرة موجود مع كل المصريين في الخارج. مظبوط بيحصل مظبوط، اتصالات يومية بيكي؟ ده يعني يومية، ويعني عايزة اقول لحضرتك يعني وسيلة الحقيقة سهلة جدا انه للتواصل مع المصريين. عندنا جروبات طبعا على الواتساب خاصة من ابنائنا في الخليج، انما اي حد بيبقى عنده مشكلة ممكن ان هو يصل للوزيرة، وطبعا شبه يومي طبعا. صحيح هي حالات فردية، بس ساعات مصريين في الخارج بيتعرضوا لاعتداءات، خصوصا شفنا ده في دول خليجية زي الكويت مثلا. صحيح بيحصل تحركات سريعة علشان المسألة أهل الشر ما يستخدموهاش ويحاولوا يعملوا فتنة. ايه الطرق اللي ممكن نتعامل معاها علشان ده ما يحصلش وعشان ده ما يتكررش، وازاي بنتعامل لما بتحصل مشكلة؟ اولا انا سعيده ان حضرتك بتقول انها حالات فرديه، لانه الحالات الفرديه والاحداث الفرديه دي بتبقى في كل العالم، يعني بما فيها مصر. احنا شفنا